وحدة تصور. والله العظيم حبة تخو فرصتها في نظارات غالية شوي. ماذا بي ياكل حس الواحد يشوف مستوى السن الى ثراء الفاحش. صورتها؟ نعم بالضرب الهابته. مين باش نبدا؟ نبدا اولا بعلاقتي براديو اي اف ام. انا كنت انسان عادي على روحي نعيش. درست في معهد العالي للفن المسرحي. تقدمت باش نعمل ماستر بتاعي بعد بطلت لظروف اقتصادية بحتة. فعملت مسرح، عملت إخراج، وعملت تجربة في المرمنشو. أول ما بديت مع المرحوم المعلم عز الدين قنون، اللي بالمناسبة هي نترحم عليه في كل لحظة بتاع نجاح، ولا حتى في كل لحظة بتاع فشل، لأنه علمني أنه ما تنجم تمر المرحلة ما تطور في حياتك إلا ما تمر بأعمال فاشلة اللي توصل إلى حد التفاهة. لأن احنا البشر عندنا مشكلة في الاعتراف، ما نعترفوش اللي في وسطنا تفاهة وفي وسطنا رونو إلى العمق. أي إنسان في الحياة فيه جانب تافه وجانب عميق. التجربة بتاع إي إف إم تقريبا عندها 3 سنين، ولكن نقول لكم كيفاش تمت التجربة ممكن ما تصدقوش. عرضني رجل سكران، هو الحق مش سكران، بالعميات، فوقفني بالكياس، قال لي انا حاب نسالك انت ايش قدمت للبلاد. وقتها انا نمر بفتره قاسيه جدا، قلت له هو سكران. هما الكلام اللي قالوا لي ما نجمش ننساه وغير لي مجرى حياتي. قلت له عرضت، انا نعرض للناس، نحاول اسعاد الناس، نعمل مسرح. قال لي قداش من واحد عرضت له؟ قلت له عرضت حسيت تنجم تقول 800,000 مواطن مثلا. قال لي شوية. قال لي احنا 14 مليون. قال لي مستحقينك، حبوا نسمعوك، حبوا نشوفوك. سي حامد كلمني مره، قال لي باش تعمل برنامج اذاعي. فرحت الحق، قلت مغروم انا براديو، مانيش منشط، لا يعني منشط اذاعي ولا منشط تلفزي. رغم اللي بالنسبه لي انا اتحدى الكل لو كان ينجموا يعملوا شطر المسيره اللي عملها جعفر الياسمي. تو نسميكم نلبس النظارات. فهمتني؟ فخذت التجربه هذيك، اقترح علي في بالي برنامج من نص النهار لمده ساعتين، من 4 بتاع العشيه للسته. فهمتني؟ لانه انا كنت نروح لداري 4-5 بتاع الصباح. فقال لي البرنامج من 6-9، اللي هي حاجه فيها شويه جنون. فقبلت التحدي اللي انا بالنسبه لي انا التجربه بتاع فيزا تسمع العز ايضا غيرت لي مجرى حياتي، حتى كيفاش نعيش وكيفاش نفكر، شفت نوعيه بتاع ناس اخرين. وبالمناسبه هنا نحيي النساء، نعطيكم معلومه، النساء يقوموا بكري اكثر من الرجال، والنساء اللي يخدموا الصباح بكري اكثر من الرجال. هذه المعلومه اللي نشوفها يوميا، شوف النساء خاصة اللي ينظفوا في المتروات والكيران والإدارات يسيروا بكري. تحية كبيرة برشا ليهم. اللي جمعني براديو إي إف إم، رغم اللي ثم في الحياة مغريات وثم مقترحات من خارج تونس ومن داخل تونس، اللي جمعني بها هو جانب مهم اللي هو الجانب الإنساني. ثم خيط مهم ياسر. الراديو بتاع إي إف إم هو راديو مجنون أتم معنى الكلمة، لأنه الراديو يبدو أنه الوحيد اللي خرج للناس. عادة الناس تمشي للراديو عن طريق الفلسة، هو الراديو هذا يخرج للناس. فهمني ولا خرج للشارع ومشى للمحطة ومشى في الكار ومشى في الباتو وخرج حتى خارج حدود الوطن للمواطنين. أيضا كما قلت لكم اللي مسني هو الجانب الإنساني، لأنه راديو إي إف إم اليوم لديه جمعية اسمها إي إف إم فونداسيون. الجمعية هذه قاعدة تساهم، معناتها خطى باهية مشكورة أنه تعاون الناس، لأنه تعرفوا اللي الراديو صوته مسموع. وأنا متأكد اللي كون التجربة بتاع إي إف إم أثرت في برشا راديوات وبرشا تلامس وبرشا تجارب، وهذا شيء يفرح بالنسبة لي أنا أنك تقلد في الباهي حاجة مهمة ياسر. نجيب تويك وجودي في المهرجان هذا يشرفني على الآخر، أنه باش نعرض ذا بيست أو جعفور اللي هو عرض جديد. ذا بيست أو جعفور اللي هو تقريبا تلخيص تجربة بحشيشة بريشة بسلبياتها بإيجابياتها، تجربة إنسانية حياتية.
تنجموا تسمعوها وتتفرجوا فيها، تعجبكم كما تنجم تعجبكمش، هذا هي ميزة الفن. فهمتني؟ التجربة هذه اسمها ذا بيست أوف جعفور، فيها من واحد منا إلى حدود تونسي بون كوم، تونسي بون فوت، تونسي بون فوت خالي من السياسة وجعفور جو. دونك هذه باش تكون موجودة في البرمجة، بارك الله فيكم اللي أعطيتوني الثقة، وإن شاء الله نكون في مستوى الانتظارات، وإن كان عندكم أي سؤال أهلا وسهلا. Merci Jean-Paul.